السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك اتفضل. حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة والعافية. وياك. أنا اللي كنت بعت لحضرتك سؤال، إن والدتي منعاني إن أنا أروح أعزي في أخويا يعني اللي غير الكويت. طيب حضرتك جاوبتني عليه، بس طيب يا أخي أنا لما اتكلمت معاها في الموضوع وكده يعني أغضبتني بصراحة أوي بالكلام، وأنا اتنرفزت وتعصبت عليها يعني، لأن أنا شايفة إن ده يعني ده واجب عليا انت وكده. رحت ولا ما رحتيش؟ لا لسه إن شاء الله هروح بكرة بإذن الله. طيب الله يعينك، خلاص ما تكلميش معاها كثير. طيب بس ماشي يا أخي، هي يعني كبيرة عندها 65 سنة 65، بس وكويسة وعالمية. تريد قطيعة الرحم، عجوز تريد قطيعة الرحم، نطيعها؟ لا طبعا أنا مش خلاص، ضد منطق خالص. الإفساد قطع الرحم إفساد في الأرض. هل عسيتم أنت؟ أخوك مات يا مسلمة، خاف الله، أخوك مات يا أختي، ده اللي انا قلته، ده اللي انا أخوك قلته مات، ما تروحش تقولي لأهله عظم الله أجركم والطيب خطيرا بكلمة. أنتم ما هذه القلوب، انا قلت لها ما هذه يعني القلوب. لا قادر ان هو اللي السلام عليكم. أمها تقول لها لا، عشان ابن ضرتي لا تذهبي يا أختي. يا أمه هو أخويا، يا أمه أخي، أريد أعزي أخواني أولاده وزوجته، لكن عجوز تريد قطع الرحم. الله يغفر لها. لا تطاع الأم في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، ولا يطاع الأب في معصية الله، ولا يطاع الشيخ في معصية الله، ولا يطاع الرئيس في معصية الله، ولا يطاع الملك في معصية الله، ولا يطاع المدير في معصية الله. قول الله أعلى قول هو الذي يتبع.